اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام لما ضربه عدو الرحمن ابن ملجم المرادي أوصى ولديه الحسن والحسين صلوات الله عليهما: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه الوصية ظاهرها للحسن والحسين صلوات الله عليهما، أما باطنها لجميع من يعلم بهذه الكلمات، لأنه بأبي وأمي بعدين يقول: ومن بلغه كتابي. أوصيكما بتقوى الله. شنو يعني التقوى؟ التقوى وقاية النفس من المعاصي. قبل الدخول بالبحث أريد أن أشير إلى قضية كلش مهمة، وهي أن كلمة التقوى من أكثر الاستعمالات في نهج البلاغة. ما تتصور الإمام بأبي وأمي إيش قد يذكر التقوى في نهج البلاغة. سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن التقوى، قال: ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يراك حيث نهاك. هذه هي التقوى، وهي أساس العمل، وهي أم العمل، لأن الله تعالى يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. الإمام صلوات الله عليه أول ما بدأ بوصيته قال: أوصيكما بتقوى الله. من بعد ذلك قال بأبي وأمي: وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما. شنو يعني؟ البعض يقول يعني لا تطلبون الدنيا وإن طلبتكم الدنيا، لكن تعبير الإمام بأبي وأمي كلش دقيق. قال: وألا تبغيا الدنيا. البغي تجاوز الحد، يعني عندنا ظلم وعندنا بغي، الظلم واضح، البغي التجاوز في الظلم سحول بغي، يستعمل أيضا البغي حتى في العدل، يقولون بغى من العدل إلى الإحسان، يعني تجاوز العدل وذهب إلى الإحسان. فقال الإمام بأبي وأمي: وألا تبغيا الدنيا، يعني لا تطلبون الدنيا أكثر من المطلوب. ولذلك لم يقل ولا تطلب الدنيا، قال: وأن لا تبغيا، يعني طلب الدنيا مو ما تطلبوها، لكن طلبوها باعتدال لا بغي لا بتجاوز الحد. وإن بغتكما وإن طلبتكم الدنيا بقوة.
ومنهم من يقول يعني ألا تظلمون أهل الدنيا، وإن ظلموكم أهل الدنيا. هنا الإمام صلوات الله عليه حذف المضاف، سأبين لك شلون، وأقيم المضاف إليه. شلون يعني؟ المضاف الأهل يعني أهل الدنيا، وأقيم المضاف إليه اللي هي الدنيا. شو لما أقول واسأل القرية، تقدير الآية يعني واسأل أهل القرية. الإمام بأبي وأمي يقول وأن لا تبغي الدنيا يعني لا تظلمون أهل الدنيا وإن ظلموكم أهل الدنيا، باعتبار أن الإنسان يقدم على الله مظلوما كما يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، ولا يقدم عليه ظالما. يقول أيضا بأبي وأمي في وصيته لولده الإمام الحسن، يقول ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوء. بعض الشراح لنهج البلاغة لما يمرون على هذه الكلمات يقولون أن الإنسان إذا ظلم لا يكبر عليه هذا الظلم من قبل الظالم. ليش؟ لأن الظالم يسعى في مضرته ونفع المظلوم. وليس جزاء من سرك أن تسوء، يعني هو قدم لك إحسان عندما ظلمك، هذا اللي يذكره بعض الشراح. فشلون أنت تكافئ ذلك الإحسان بالإساءة؟ وإن بغتكما وإن ظلموكم أهل الدنيا فأنتوا لا تظلموهم. وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، يعني حتى إذا ظلموكم الناس اللي بالدنيا فأنتوا لا تظلموهم. من بعد ذلك يقول بأبي وأمي ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. الأسف يعني الحزن. الإمام بأبي وأمي في هذه الكلمات يقول أنتوا لا تحزنون على أشياء فاتت وبعدت عنكما من الدنيا، يعني نحت عنكما، راحت وصارت بالماضي. شوف التعبير، ولا تأسف على شيء منها زوي عنكما، يعني بعد ونحي عنكما. ليش الأسف هنا يكون مذموم؟ إن شاء الله أبين بعد الفاصل. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. أسلفت أن الأسف هنا هو الحزن. طبعا أكو بعض الطبعات في نهج البلاغة تقول ولا تأسيا، بالتالي أنه لا تحزنون على الأشياء التي فاتت منكم. ليش الحزن مذموم هنا؟ لأن الحزن والأسف على ما فات من الدنيا ما يرجع ذلك الذي فات. احزن وليكن تحزن. بعدين الإنسان
بعدين الإنسان إذا أراد يحزن على اللي فات فخلي يحزن على الأشياء التي لم تصل إليه. شلون؟ في وصيته للإمام الحسن بأبي وأمي يقول له: بأبي وأمي، وإن جزعت على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. وهاي مثل هاي، بس أنت تحزن على أشياء تفلتت من إيدك، راحت من إيدك، خو احزن على الأشياء الأكثر من هذه الأشياء التي لم تصل إليك. هذه مثل هذه. ولا تأسف، يعني ولا تحزن على شيء منها زوي عنكما. إذن هنا الأسف هو مذموم، الذي فات ذهب وراح. الإنسان يترجى أشياء تكون آتية في المستقبل. الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي. الماضي ينئس منه بعد، خلاص راح انتهى، بلى أصبح ماضيا. والدنيا مملوءة بالآفات، فيجب على الإنسان ألا يحزن على ما فات. والمشكلة بعض الناس يموتون أرواحهم على الأشياء التي ذهبت وفاتت، فيحاول يريد يرجع. أبدا. عجوز تمنت أن تكون صبية، وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ كلا أبدا. بعدين الإنسان قد يكون نجاح في عدم نيل المطلوب، فلماذا الأسف؟ أحيانا المصلحة الإلهية تقتضي عدم نيل المطلوب الذي أراده هذا الإنسان. ما تدري. مو الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أتيت. فد واحد سأل حكيم، قال له: هل يسمعني الله؟ قال له: بلى يسمعك. قال له: فلماذا عندما أدعوه لا يعطيني؟ قال له: إن الطبيب يمنحك الدواء الذي يشفيك وليس الدواء الذي تحب. فأحيانا يكون عدم نيل المطلوب هو الشفاء، ما نعرف. فالإمام صلوات الله عليه يقول: ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما. ومتى يكون الإنسان مرتاح؟ أبدا. إذا حزن وإذا فرح فهو ما مرتاح، لأن دنيا مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دار بالبلاء محفوفة. لا بس، خلي أذكر لك قصة ينقلها أحد علمائنا. يقول أكو فد واحد سأل جماعة، قالهم: هم أكو واحد مرتاح؟ قالوا: لا بلي، فلان ابن فلان مرتاح. راح مشال أيام، دق علي الباب، قال له: عمي أنت مرتاح؟ قال له: بلي أنا مرتاح. قال له: علمني شلون أكون مرتاح. قال له: يابا، أنا أبويا سماني مرتاح، ولا أنا لا مرتاح ولا أبد. فعلا دار، نهج البلاغة، دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة وتارات متصرفة،
العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم. فماكو واحد مرتاح لا قبل ولا الآن ولا بالمستقبل، طبيعة الدنيا بهذه الطريقة. من بعد ذلك يقول الإمام: بأبي وأمي وقولا بالحق. شنو يعني وقولا بالحق؟ وقولا بالحق البعض يقول يعني اعملوا بصدق الحديث، بالأمانة، بعدم الخيانة، بالوقوف ضد الظالمين. قولا بالحق. البعض يقول وقولا بالحق يعني قولا بالحق، لا تقولا من أجل المال والجاه، لا، بل قولا بالحق، قولا من أجل الحق، واعملا للأجر. واعملا للأجر يعني خلي يكون عملكم هذا العمل يكون أجر من الله تعالى لا من الناس. وتدري الأجر أحيانا يكون من الناس أيضا، الناس يعطوك على ما تعمل وعلى ما تقدم. الإمام بأبي وأمي يقول واعملا للأجر، أي أخذوا أجركم من الله، يعني اعملا عملا يكون به أجركم من الله تعالى. من بعد ذلك يقول لهما صلوات الله عليهم أجمعين: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذين فرضين حتمين على كل إنسان، أن يقول للظالم أنت معتدي، أنت لص، أنت ظالم. ويجب أيضا أن يكون الإنسان، بل كل الإنسانية، يكونون عونا للمظلومين. من أعان ظالما أو رضي بفعله فهو شريك له. شوف، خلي ألفت نظرك، إن الظلم سيئة لا تنفع معه حسنة، وترك الظلم حسنة لا تضر معه سيئة، بقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهم بظلم أحد غفر الله له ما اشترم. من أصبح لا يهم بظلم أحد غفر الله له ما اشترم. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.